الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين، أما بعد، فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يمن علينا بالعلم النافع والعمل الصالح، وأن يفقهنا في الدين، وأن يفتح لنا فتوح العارفين، وأن يرزقنا الإخلاص في الأقوال والأعمال، اللهم آمين. قال رحمه الله تعالى: باب الأفعال. الأفعال ثلاثة، الأفعال ثلاثة: ماض ومضارع وأمر. هذا في المتن. هذا التقسيم للأفعال من باب أو باعتبار وقت وقوع الفعل، باعتبار وقت وقوع الفعل، تمام. فالفعل الماضي ما دل على حدث في الزمن الماضي وضعا. الفعل الماضي ما هو؟ ما دل على حدث في الزمن الماضي وضعا، وضعا، ما دل على حدث في الزمن الماضي وضعا. يقول قال: لماذا قلت وضعا؟ لأن قولك لم يكتب، لم يكتب، لم يجلس، هذا دل على حدث في أي زمن؟ في الماضي، صح. لم يكتب أي في الماضي، لم يجلس أي في الماضي. لكن هذا الفعل هل هو ماض؟ لا، لأنه إنما دل على الحدث في الزمن الماضي بوجود لم، وليس بأصل وضعه، وليس بأصل وضعه. واضح أو لا؟ إذن نقول الماضي ما دل على حدث في الزمن الماضي وضعا، أي في أصل الوضع، كقولك كتب، هذا في أصل الوضع دل على حدث الكتابة في الزمن الماضي. وقولك مثلا حفظ دل على حصول الحفظ في الزمن الماضي بأصل الوضع، واضح. وهذا الكلام أي قولنا وضعا نحتاجه أيضا في الفعل الأمر، فنقول الفعل الأمر ما دل على طلب في الزمن المستقبل وضعا، أي في أصل الوضع. لأن قولك مثلا لتضرب يا زيد، لتضرب يا زيد، وقول الله سبحانه وتعالى لينفق ذو ساعة من سعته، هذا يدل على الطلب أو لا؟ يدل على طلب في المستقبل، لكن هل يدل على الطلب بأصل وضع الفعل؟ لا، فأصل وضع الفعل فعل مضارع، وإنما دل على الطلب لاقترانه بلام الأمر، واضح أو لا؟ إذن نحن نقول الفعل الماضي هو ما دل على حدث في الزمن الماضي وضعا، أي بأصل الوضع، وليس لوجود عارض، تمام. فإن لم تجعل الفعل المضارع ماضيا، فيكون الماضي حينئذ عارضا في هذا الفعل. قال هنا: الأفعال ثلاثة: ماض ومضارع وأمر. قد يقال: لماذا فرق المصنف ابن آجروم رحمه الله في الترتيب عندما ذكر الأفعال؟ فقال: ماض ومضارع وأمر. والأصل أننا لا نرتكب التفريق بين المتجانسات، فكان المتوقع أن يذكر الأفعال المبنية أولا فيقول أمر، أو يقول ماضي وأمر ومضارع، واضح أو لا؟ يعني كما لو تذكرون في آية الوضوء لما أدخل الممسوح بين المغسولات قالوا: إن العرب لا تفرق بين المتجانسات إلا لفائدة، وهي في آية الوضوء إفادة الترتيب. طيب هنا لماذا فرق بين المتجانسات؟ لماذا لم يذكر الأفعال المبنية التي هي الماضي والأمر ثم الفعل المضارع الذي هو المعرب مثلا؟ واضح؟ بعضهم سلك هذا المسلك، قدم الفعل الماضي والأمر ثم المضارع، وقدم الماضي والأمر، قال: لأن الأصل أن الأفعال مبنية لا معربة، فقدمنا ما كان مبنيا منها ثم ذكرنا ما خرج عن الأصل وأعرب وهو الفعل المضارع. هذا وجه من فعل هذا. طيب المصنف لماذا خالف هذا المسلك؟
فذكر الماضي ثم المضارع ثم الأمر. قال بعضهم إنما فعل هذا اقتداء بقول الله عز وجل في كتابه الكريم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. واضح؟ إنما أمره إذا أراد شيئا، إذا أراد شيئا، أراد فعل ماضي، أن يقول، يقول فعل مضارع، كن فعل أمر. فسلك هذا المسلك بالترتيب، فقدم الماضي ثم المضارع ثم الأمر. علم هذا؟ نعم. وهذا من ملح العلم لا يدقق الإنسان كثيرا فيها. تمام. قال هنا الأفعال ثلاثة: ماض وهو ما دل على حدث مضى وانقضى، تمام، وعلامته أن يقبل تاء التأنيث الساكنة نحو ضرب تقول فيه ضربت، ومضارع وهو ما دل على حدث يقبل الحال والاستقبال، وعلامته أن يقبل السين وسوف ولم نحو يضرب، تمام، تقول فيه سيضرب وسوف يضرب ولم يضرب، وأمر وهو ما دل على حدث في المستقبل أو دل على طلب في المستقبل، وعلامته أن يقبل ياء المؤنث المخاطبة ويدل على الطلب، فلا بد من الأمرين، فهي علامة مركبة، لأنه قد يقبل ياء المؤنثة لكنه ليس فعل أمر مثل تكتبين، واضح، وقد يدل على الطلب أيضا ولكن لا يقبل ياء المؤنث المخاطبة مثل أسماء فعل الأمر صح، مثلا حي هل أي تعال، هذه تدل على الطلب لكن لا تقبل ياء المخاطبة. إذن العلامة في فعل الأمر علامة مركبة من أمرين: أولا دلالته على الطلب، والثاني إيش؟ قبوله ياء المخاطبة. فلو وجد أحد الأمرين دون الآخر فلا يحكم على هذه الكلمة بأنها فعل أمر. قال نحو اضرب تقول فيه اضربي، نحو ضرب ويضرب واضرب، هذا على سبيل اللف والنشر المرتب، لأنه قال في المتن الأفعال ثلاثة: ماض ومضارع وأمر، نحو ضرب هذا مثال الماضي، ويضرب هذا مثال المضارع، واضرب هذا مثال الأمر. وبعد أن فرق بين الأقسام الثلاثة أي الشارح سيذكر حكم كل واحد منها، فقال الأول مثال للماضي، والثاني مثال للمضارع، والثالث للأمر. فالماضي ما حكمه؟ قال فالماضي مفتوح الآخر أبدا، واضح، فالماضي مفتوح الآخر أبدا. هذا التعريف أو هذا الكلام بارك الله فيكم فيه تسامح، من جهة أن كلمة مفتوح وفتحة، أن كلمة مفتوح هذه من أقسام الإعراب صح، فكان الأولى أن يقول إيش فالماضي إيش مبني على الفتح أبدا، مبني على فتح الآخر أبدا، واضح؟ أيوة. ولذلك الشارح حاول أن يصلح العبارة فقال يعني أنه مبني على الفتح لفظا، انظر، فصرح بالبناء، تمام، فأراد الشارح أن يصلح العبارة فعدلها بما سمعته، فقال هنا نحو ضرب أو تقديرا للتعذر. أريدك أن تفهم خلاصة ما ذكره رحمه الله تعالى بهذا التشجير. فنقول الفعل الماضي مبني على الفتح، إما الفتح اللفظي وإما الفتح التقديري، فالتقديري قد يكون للتعذر وقد يكون للمناسبة، أي يقدر الفتح للتعذر أو يقدر الفتح للمناسبة أو يقدر الفتح لكراهة توالي لكراهة توالي
متحركات فيما هو كالكلمة الواحدة. واضح؟ للتعذر كقولك مثلا سعى زيد، فإن سعى فعل ماضي مبني على الفتح المقدر، منع من ظهوره التعذر، لا محل له من الإعراب، وزيد فاعل. وللمناسبة كقولك مثلا كتبوا، فإن كتبوا فعل ماضي مبني على الفتح المقدر، منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة تناسب الواو وهي الضمة. واضح؟ هذا مسلك المصنف في الإعراب. والمشهور عندنا في الإعراب أننا نقول كتبوا فعل ماضي مبني على الضم لاتصاله بواو الجماعة. واضح أو لا؟ مسلك المؤلف هذا، أنه مبني على الفتح المقدر. ما سبب التقدير؟ مناسبة الضمة للواو، كان تمام. وهذا كقولك مثلا كتبت. واضح؟ فإن كتب فعل ماضي مبني على الفتح المقدر، منع من ظهوره، أي منع من ظهور الفتح هنا، كراهة توالي متحركات، لأن العرب تكره أن تأتي بأربعة حروف متحركة فيما هو كالكلمة الواحدة. هذه كلمتين هي في الحقيقة، كتب والتاء، هي كلمتين، لكن لقوة السبك جعلت كالكلمة الواحدة. فلو كان هذا متحركا لحصل التوالي بين الأحرف المتحركة، فسكن هذا. واضح أو لا؟ أيوة. إذن بارك الله فيكم، هذا معنى التعليل في قولهم مقدر، أي الفتح مقدر، دفعا لكراهة توالي متحركات فيما هو كالكلمة الواحدة. اتضح لكم هذا؟ إذن الفتح بالنسبة للفعل الماضي قد يكون لفظيا كقولك مثلا باع، وقولك ذهب، وقد يكون تقديريا. والتقديري له ثلاثة أسباب، إما للتعذر، وإما للمناسبة، وإما دفعا لكراهة توالي متحركات فيما هو كالكلمة الواحدة. هذا كله شرحه المؤلف. وأنبه أن الطريقة المشهورة في الإعراب التي تتداولها المدرسون والطلاب الآن أن تقول في مثل هذا، أن تقول فعل ماضي مبني على الضم لاتصاله بواو الجماعة. واضح؟ وأن تقول هنا فعل ماضي مبني على السكون لاتصاله بتاء الفاعل أو ناء الفاعلين. واضح؟ أو نون النسوة إلى غير ذلك. لكن انظر إلى عبارة المصنف لما قال فالماضي مفتوح الآخر أبدا، أبدا، يعني لم يذكر استثناء، فجعله في كل الحالات مفتوح على، يعني مبني على الفتح. وحتى إذا لم تظهر الفتحة فإن ذلك تقديريا، واضح؟ فإن الفتحة مقدرة. واضح؟ هذه طريقة ابن أجروم، والطريقة التي اشتهرت الآن كما بينت لكم. فهمتم؟ طيب، نقرأ عبارته وهو أشار إلى هذا، أي الشارح. قال فالماضي مفتوح الآخر أبدا، يعني أنه مبني على الفتح لفظا، هذه الحالة الأولى، تمام. نحو ضرب، أو تقديرا للتعذر نحو رمى، ويقدر فيه الفتح أيضا إذا اتصل به ضمير رفع متحرك. أين؟ هنا، تمام. نحو ضربت وضربنا، ويكون ظهور الفتح متعذرا. لماذا؟ كراهة، فقوله كراهة مفعول لأجله، مفعول لأجله، أي لكراهتي، تمام. توالي أربع متحركات فيما هو كالكلمة الواحدة، وإلا فكما قلت لك أن الأصل أن هذه كلمتان، كتب تو، تمام. أيوة، لكن
لقوة السبك جعلت كالكلمة الواحدة، تمام؟ ولذلك هي عرفا تعد إيش؟ تعد عرفا كلمة واحدة، صح؟ تذكرون كلام الفقهاء في من تكلم ناسيا في الصلاة، قال يغتفر 4 أو 6 كلمات عرفية. قلت لك عرفية لا تجري على قواعد النحو، فمثلا كتبت هذه في العرف كلمة، وإن كانت في النحو تعد ما واضحة ولا تعد كلمتين، فهمتها ولا ما علاقة الفقه في الموضوع؟ في النحو الآن. طيب بسم الله. قال ويقدر فيه الفتح أيضا، أي ويقدر الفتح في الفعل الماضي إذا اتصل به واو الضمير يقصد واو الجماعة، نحو ضربوا، لأن الواو يناسبها ضم ما قبلها، فضمة المناسبة تمنع من ظهور الفتح، وهذا هو الذي هنا، تمام؟ فيقال إنه مبني على فتح مقدر منع من ظهوره اشتغال المحل بحركة المناسبة، واضح هنا؟ نعم، أو بحركة مناسبة. ثم قال رحمه الله والأمر مجزوم أبدا، يعني أنه مبني على السكون الشبيه بالجزم، لأن كلمة مجزوم بارك الله فيكم، مصطلح الجزم هذا، مصطلح الجزم هذا من مصطلحات الإعراب، تمام؟ فهذا يعني إيش نقول، فيه تسامح، تمام؟ فيه تسامح، تمام؟ أيوة. قال يعني أنه مبني على السكون الشبيه بالجزم، ولديك الشارح سبحان الله، الله عز وجل رزقه أدبا رفيعا، لا 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 يبادر بالتخطئة، لا يقول هذا خطأ، ها؟ كحال بعض الناس الآن إذا شرح مثلا هذا خطأ، تمام؟ لا، وإنما يصرح العبارة بحيث أن الفاهم لكلام العلماء يفهموا ما هو التعبير الأليق وما هو التعبير الأولى اجتنابه، واضح؟ وهذا كأن الشارح يعلمنا كيف نتعاطى الأدب إذا شرحنا كلام العلماء. قال والأمر مجزوم أبدا، يعني أنه مبني على السكون الشبيه بالجزم، فإن كان معتلا آخره بالألف أو الواو أو الياء يكون مبنيا على حذف حرف العلة. طيب أنا أقرر لكم قاعدة فعل الأمر بما هو مشهور متداول، تمام؟ خلاص أمسح هذا، أمسح. قال لكم في منحة الإعراب والأمر مبني على السكون مثاله احذر صفقة المغبون، والأمر مبني على السكون مثاله احذر صفقة المغبون، واضح؟ ما معنى المغبون؟ خسران، نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، خسران، واضح أو لا؟ أيوة. مثاله احذر، هذا فعل أمر، صفقة المغبون، نعم. الفعل الأمر أو فعل الأمر بدون ألف لام مبني على 1 على الحذف، 2 على السكون. طيب مبني على الحذف وعلى السكون وعلى على الفتح، نعم. كم حالات هذه؟ 3 حالات. متى يبنى على الحذف؟ في حالتين، إذا كان آخره حرف علة، 2 إذا اتصل به واو الجماعة أو ياء المخاطبة أو ألف الاثنين، هذا مبني على الفتح، هذا مبني على حذف. طيب ويبنى على السكون في حالتين، إما على السكون الظاهر
وإما على السكون المقدر. على السكون الظاهر إذا كان فعلا صحيح الآخر أو الآخر، نعم، إذا كان فعلا صحيح الآخر ولم يتصل به، عفوا أقول بعبارة أخصر أحسن، ولم يرفع ضميرا، تمام، مستترا، ولم يرفع ضميرا، عفوا، ورفع ضميرا، ورفع ضميرا مستترا، تمام، ورفع ضميرا مستترا ولم يكن مضعفا ولم تتصل ما شاء الله به نون التوكيد. أربع قيود، تمام. والحالة الثانية إذا اتصلت به نون النسوة، تمام، ويكون مبنيا على السكون المقدر إذا كان الفعل مضعف الآخر، ويبنى على الفتح إذا اتصلت به نون التوكيد. هيا انتبه معي، بعد ذلك تكتب، سأترك لك السبورة. يبنى على الحذف إذا كان آخره حرف، إذا كان آخره حرف علة. مثاله لو قلت اسعى، لو قلت ارمي، لو قلت ادعو، فإن الأول فعل أمر مبني على حذف حرف العلة وهو الألف، والثاني مبني على حذف حرف العلة وهو الياء، والثالث مبني على حذف حرف العلة وهو الواو. واضح أو لا؟ ولو قلت مثلا ادعو أو اذهبا أو اكتبي، فإن هذا فعل أمر اتصل بواو الجماعة أو ياء المخاطبة أو ألف الاثنين، فتقوله في إعرابه أدعو فعل أمر مبني على حذف النون، تمام. اذهب فعل أمر مبني على حذف النون. اكتبي فعل أمر مبني على حذف النون. واضح؟ إذن هذا هنا حذف حرف العلة مبني على حذف حرف العلة، مبني، وهنا مبني على ايش؟ حذف النون. واضح او لا؟ طيب انتهينا من الاول. ويبنى على السكون، هذا السكون اما ان يكون ظاهرا واما ان يكون مقدرا. فالسكون الظاهر له حالتان، الحالة الاولى اذا كان الفعل صحيح الاخر، لنخرج ماذا؟ لنخرج هذا، ورفع ضميرا مستترا، لنخرج ماذا؟ لنخرج ما لو رفع ضميرا متصلا، مثل هذا ومثل هذا ومثل هذا. واضح؟ قال ولم يكن مضعفا، لنخرج ماذا؟ ما لو كان مضعفا، هذا سيأتي. ولم يتصل بنوتجد، لنخرج ماذا؟ لنخرج هذا. فإذا تحققت الشروط الأربعة فإن هذا يبنى على السكون الظاهر. ما مثاله؟ لو قلت اشرب، فهذا فعل صحيح الآخر رفع ضميرا مستترا، صح؟ اشرب الفاعل ضمير مستتر تقديره أنت، صح؟ ليس ضميرا متصلا، لا واو جماعة ولا يا مخاطبة ولا ألف اثنين ولا نون نسوة، واضح أو لا؟ رفع ضميرا مستترا، فهمتم؟ وليس مضعف الآخر، فليس هو مثل الفعل رد
رد صيغة الأمر تقول رد صح وليس مضاعف الآخر تمام ولم تتصل به نون التوكيد إذن هذا كيف تعربه تقول فعل أمر إيش مبني على السكون الظاهر فعل أمر مبني على السكون الظاهر كذلك إذا اتصلت به نون النسوة يا نساء قريش اضربن العدو مثلا أين فعل الأمر هذا اضربن فعل أمر مبني على السكون لاتصاله بنون النسوة والنون ضمير متصل مبني على الفتح في محل رفع فاعل واضح هذا السكون ظاهر أو مقدر هذا ظاهر هذا ظاهر طيب إذا كان مضاعفا كما لو قلت مثلا هنا مثاله رد أي رد الشيء تريد أن تأمر غيرك تمام فهذا كيف تعربه فعل أمر مبني على السكون المقدر منع من ظهوره الإدغام في الحرفين المشددين واضح ولا كذلك لو قلت على سبيل المثال عد فعل أمر مبني على السكون المقدر منع من ظهوره ماذا الإدغام في الحرفين المشددين إذن هنا السكون مقدر وليس ظاهر طيب إذا اتصل بنون التوكيد تمام مثل ماذا لو قلت اضربا يا زيد اضربا يا زيد فإن اضربا فعل ماضي مبني على الفتح لاتصاله بإيش بنون التوكيد سواء كانت خفيفة اضربا أو ثقيلة اضربن يا زيد واضح إذن الأمر لا يخرج عن هذه الحالات لا يخرج الأمر عن هذه الحالات وإذا أردت أن تمشي على قاعدة المصنف أن الأمر مجزوم أبدا أو مبني على السكون أبدا مثلا ستأتي إلى هنا تقول فعل أمر مبني على السكون المقدر مثلا واضح وقس على هذا غيره لكن هذا التعريف أو هذا الإعراب الذي في السبورة هو الإعراب الشائع اليوم المنتشر تمام فأكتبوا هذا وشجروه وأتقنوه حتى تستعينوا به على إعراب الجمل الآن نقرأ عبارته ننظر ماذا قال قال بارك الله فيكم هذه جملة اعتراضية لم يقل هو بارك الله فيكم قال جملة اعتراضية بارك الله فيكم كذا كذا ليس قال بارك الله فيكم غير موجودة بارك الله فيكم صح ولا هذه جملة اعتراضية انتبهوا معي قال والأمر مجزوم أبدا يعني أنه مبني على السكون الشبيه بالجزم تمام فإن كان معتلا آخره فإن كان معتلا آخره تقدير الكلام فإن كان آخره معتلا قدم خبر كان وأخر اسمها تمام بالألف أو الواو أو الياء يكون مبنيا على حذف حرف العلة وهي الألف أو الواو أو الياء نحو اخشى وادعو وارمي وإن كان مسندا إلى ألف الاثنين أو واو الجماعة أو ياء المؤنثة المخاطبة يبنى على حذف النون نحو اضربا اضربوا اضربي والألف فاعل وكذا الواو والياء فهمتم هذا؟ موجود في السبورة صح؟ هذا الحالة الأولى هناك وإن كان مسندا إلى نون النسوة يبنى على السكون السكون الظاهر أو المقدر؟ الظاهر الظاهر نحو اضربنا يا نسوة وإن اتصلت به نون التوكيد يبنى على الفتح هنا تمام نحو اضربا
اضربن، تمام، بالنون الخفيفة أو اضربن بالنون الثقيلة. ولم يذكر لك حالتين وهما هذه التي فيها التفصيل الطويل وإذا كان مضعفا، تمام. هذا تلخيص لكل ما تحتاجه بالنسبة لفعل الأمر. إذا تقرر هذا فقد فرغ من الماضي ومن الأمر، فقدم الماضي والأمر لأنهما مبنيان، وبهذا خالف ترتيبه عندما قال الأفعال ثلاثة: ماضي ومضارع وأمر، فهنا جرى على اللف والنشر غير المرتب. أحسنتم، واضح، جرى على اللف والنشر غير المرتب. أريدكم أن تعتادوا هذه المصطلحات حتى إذا قرأتم في الشروح لا تشكل عليكم، ترونها أمور سهلة، قد مر عليكم اللف والنشر المرتب، اللف والنشر غير المرتب، خلاص ينكسر الحاجز بينكم وبين الكتب القديمة. أما الكتب المعاصرة لا تهتم بهذا، ما يعرف اللف ونشر، لا مرتب ولا غير مرتب، ولا كل فوضى. واضح ولا؟ قال هنا: والمضارع ما كان في أوله إحدى الزوائد الأربع. عرفه بهذا: ما كان في أوله إحدى الزوائد الأربع. الزوائد لتعلم أنها ليست أصلية، فإذا كانت أصلية فإنه لا يكون الفعل مضارعا، مثل أكل، فإن الهمزة ليست زائدة بل هي جزء الكلمة، فلا يقال إنه مضارع. واضح؟ أيوة. قال: التي يجمعها قولك أنيت، بشرط أن تكون الهمزة للمتكلم. ها، شوف هذا الشرط، لكن همزة أكل الهمزة ليست للمتكلم، تمام. ولديك تقول في الغائب زيد أكل، تمام. قال: نحو أقوم. لا تقول زيد أقوم، هذه همزة المتكلم، أنا أقوم. واضح؟ هذا الفرق بين الهمزة الزائدة وبين الهمزة الأصلية. قال: والنون للمتكلم ومعه غيره، نأكل، أو المعظم نفسه، واحد لكن يعظم نفسه، فقول فيتكلم بلسان الجماعة وهو فرد. نحو نقوم، والياء للغائب نحو يقوم، تمام. والتاء للمخاطب نحو تقوم، أو للمؤنثة الغائبة نحو هند، تمام. هند تقوم، هند تقوم. فهمتم هذا أو لا؟ طيب، هذه بارك الله فيكم، أريد أن أعطيكم فائدة قبل أن نستطرد قليلا في هذا. أمسح هذه الصورة، لو واحد يصورها ثم ترسلها في الجروب، تمام، قد أحتاجها، إذا وجدت فراغا شجرتها. طيب، صورتم هذا؟ أيوة. خلاص؟ طيب، انتبهوا معي بارك الله فيكم. قبل أن نستطرد في هذا، عندي مسألة أريد أن ألفت نظركم إليها، وهي استتار الفاعل. استتار الفاعل قد يكون واجبا وقد يكون جائزا. الأفعال ثلاثة: الفعل الماضي والمضارع والأمر. طبعا سأذكر لكم الفائدة باختصار، وإلا المواضع أكثر مما سأذكره الآن. أما الماضي فالفاعل إذا كان ضميرا مستترا فاستتاره جوازا،
تقول مثلا زيد ذهب، زيد مبتدأ مرفوع بالابتداء، علامة رفعه ضمة ظاهرة على آخره، ذهب فعل ماض مبني على الفتح، واضح؟ والفاعل ضمير مستتر جوازا، مستتر جوازا، واضح أو لا؟ طيب المضارع إذا كان مبدوءا، إذا كان مبدوءا بالألف أو النون أو التاء أو الياء، فإذا كان مبدوءا بالألف فالاستتار واجب، وإذا كان مبدوءا بالنون فالاستتار واجب، وإذا كان مبدوءا بالياء فالاستتار جائز، وإذا كان مبدوءا بالتاء فيه تفصيل، فإذا كانت التاء، فإذا كان للمؤنثة الغائبة تمام فهو جائز، الاستتار جائز، وإذا كان للمخاطب مثل أنت تقوم، أنت تقوم هذا للمخاطب، ها أنت تكتب، فالاستتار واجب. ومثال الغائبة هند تقوم، فهمتم؟ وأما الأمر فالاستتار واجب، واضح ولا فهم؟ هذا خلاصة القاعدة، وإلا في تفاصيل أكثر نظم الحافظ السيوطي رحمه الله ذلك في بيتين، يقول في الأول والثاني قد ذهب بعضه: وستر مرفوع بأمر حتم ودون يا مضارع، ودون يا مضارع واسميهما، وأفعل الاستثناء والتعجب وأفعل التفضيل ففهم تصبي، أظن هكذا واضح، لعلنا نتعرض للتفصيل في المستقبل، لكن الذي أريدكم أن تعرفوه الآن وتستعملوه في الإعراب إذا طلبت منكم هذا تمام. قال هنا، والذي دعاني لهذا أنه ذكر أحرف المضارعة فناسب أن أذكر هذا التفصيل. قال هنا: فخرجت الهمزة التي ليست للمتكلم، نحو أكرم، فإن أكرم الهمزة فيها ليست للمتكلم فإنه ماض، والنون التي ليست للمتكلم ومعه غيره أو المعظم نفسه، نحو نرجس زيد الدواء، والنرجس هذا نوع من أنواع الورد، ومعنى نرجسه أي ماذا؟ حلاه برائحة الورد أو بطعم الورد، واضح؟ وضع فيه النرجس وهو نوع من أنواع الورد تمام. قال: إذا جعل فيه النرجس فإنه ماض، والياء التي ليست للغائب، نحو يرنأ زيد الشيب، معنى يرنأ أي خضبه بالحناء، إذا كان عنده لحية بيضاء تمام فوضع عليها الحناء لتكون لونها مقارب للذهبي، هذا يرنأ تمام. قال: إذا خضبه بالياء اليرناء فإنه ماض، واليرناء هي الحناء تمام. قال: وخرج بالتاء التي للمخاطب أو الغائبة، تاء نحو تعلم زيد مسألة، هذا ماضي واضح، لأن التاء في قولك تعلم ليست للمخاطب ولا للغائبة تمام، ليست مثل تعلمت هند تمام. قال: فهو فعل ماض، فأقوم ونقوم ويقوم وتقوم أفعال مضارعة لوجود حرف الزيادة في أولها، أعني الهمزة والنون والتاء والياء، وهو أي الفعل المضارع مرفوع أبدا، مرفوع أبدا حتى يدخل عليه ناصب أو جازم تمام، فسبب رفعه تجرده عن الناصب والجازم.
قال ورافعه تجرده من الناصب والجازم. وهذا التجرد عامل معنوي وليس عاملا لفظيا، بخلاف مثلا حرف الجر إذا جر اسما بعده فإن العامل لفظي وهو حرف الجر، تمام. قال هنا ورافعه تجرده من الناصب والجازم وهو عامل معنوي لا لفظي، فإن دخل عليه عامل نصب مثل لن فإنه ينصبه، أو عامل جزم مثل لم فإنه يجزمه. وهذا مناسب أن يذكر بعده النواصب والجوازم، واضح. ومعلوم لديكم أن الفعل المضارع إذا اتصلت به نون التوكيد المباشرة فإنه يبنى على الفتح، وإذا اتصلت به نون النسوة فإنه يبنى على السكون. نقف هنا ونترك درس النواصب والجوازم للحصة المقبلة، والله أعلم. وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.